طبعا اكيد حاليا ما يحدث الشيء الحالي اللي قاعد يحدث ممكن بعدت العراق عن الصراعات اللي قاعد تحدث، بس اذا فكرت الفصائل ترجع يعني تقصف القواعد الامريكيه اكيد هاي راح تسبب مشاكل لها ومشاكل كبيره، ممكن حتى توصل لمرحله انهاء النظام الموجود بالعراق، يعني ممكن تغير النظام باكمله، يعني احنا ما نستبعد هذا الشيء لان هي تعرف الولايات المتحده الامريكيه عرفت نظام الاحزاب اللي مشى بالعراق حاليا فشل ما نجح، لان اغلبيه يعني كل فصيل يتبع الى دوله او اجنده معينه، فهذا شيء اكيد مو لمصلحه امريكا، امريكا تريد شيء خالص لها، شيء يعني تقدر تتحكم يعني تتحكم بالوسط. نعم. فاللي يحدث حاليا بالعراق ما شيء خارج ارادتها، خصوصا يعني اداره ترامب ما تفضل يعني حكومه قلقه، حكومه تكون بين نسب نسبيه يعني نسبه لايران ونسبه الى امريكا، فهذا شيء ما يخدمها، فاكيد راح تزيد الضغط على العراق، طيب. راح تزيد الضغط من ناحيه اقتصاد العراق، تزيد الضغط من ناحيه هجماتها على الفصائل، هاي اذا تحركت الفصائل، بس يعني الخيار الافضل للعراق احنا يعني نشوفه حتى لا تدخل وسط هذه العاصفه اللي ممكن تحدث هي ابتعادها عن يعني عن المنطقه ككل، عزلها عن المنطقه ككل، ابتعادها عن السياسه الايرانيه، ابتعادها عن سياسات الولايات المتحده الامريكيه، يعني تكون في المنتصف او تعزل نفسها، هذا ممكن الخيار الوحيد المتاح للفصائل، وهذا الشيء يعني نستبعده يعني. نعم طيب.